أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة أهلا بكم مع مادة الكيمياء في حلقة اسأل نجاوب على الهيدروكربونات. النهاردة بنحاول نحل أكبر قدر ممكن من الأسئلة على الألكانات والألكينات والألقينات والألكانات الحلقية والبنزين العطر. نبدأ بالسؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة. عدد أيزومرات C4H9Cl مركب اللي قدامك ده له عدد من الايزومرات تساوي 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 من الايزومرات هنا محتاج انك الاول تتعرف على عندك كم ذره من ذات الكربون معاك اربع ذرات اربع ذرات كربون محاطه هنا بذرات من الهيدروجين والكلور تساوي كام تساوي 10 ذرات يبقى هذا المركب جميع الروابط التي توجد فيه هي روابط من النوع سيجما الاحاديه يبقى المركب ده احتمال يكون له كم ايزومر تعال نشوف كده الايزومرات تنكتب ازاي هتبدا تكتب اربع ذرات كربون وتبدا تغير في مواضع ذرات الكلور احتمال ان يكون هذا المركب في صوره واحد كلوروبيوتان يبقى اربع ذرات كربون والكلور موجود على الكربون رقم واحد احتمال تاني ان تكون ذره الكلور موجوده على الكربون رقم اتنين فيبقى المركب اسميه اتنين كلوروبيوتان في عندك احتمال ثالث ان يكون عندك مجموعة الميثايل ومجموعه وذرة الكلور الاثنين موجودين على ذرة كربون واحدة فيبقى المركب يسمى اتنين كلورو اتنين ميثايل بروبان. طبعا في احتمال رابع ان يكون عندك ثلاث ذرات كربون على الكربون الأولى في ذرة كلور على الكربونة التانية في مجموعة ميثايل فيسمى المركب باسم واحد كلورو اتنين ميثايل بروبان يبقى المركب C4H9Cl له عدد من الأيزومرات تساوي أربع أيزومرات. السؤال التالي: C5H10 يمكن أن يعبر عن مركبات مشبعة يكون عددها ستة ولا خمسة ولا أربعة ولا كام؟ 3 بص كويس على صيغة المركب اللي موجود قدامه عدد ذرات الكربون تساوي خمسة. عدد ذرات الاتش تساوي عشر ذرات. يبقى المركب ده بيخضع لقانون سي 2 اتش ان طب السي ان اتش بتعبر عن نوعين من المركبات مختلفين قد يكون هذا المركب الكين وقد يكون في صوره الكان حلق طب ايه الفرق ان الالكين هيكون عباره عن مركب غير مشبع بي على الاقل رابطه ثنائي طب لو كان مركب مشبع هيكون في صوره الكان حلق هنا السؤال بيتكلم على انك تكتب صيغ مركبات مشبعه مركبات مشبعه سي 5 اتش تي ان يبقى كلها بتتكلم على الالكانات الحلقيه احتمال ان يكون هذا المركب في صوره البنتان الحلق زي ما انت شايف كده معايا يبقى انت بتكتب خمس ذرات كربون في شكل حلقه يبقى الصيغه الاولى قد يكون بنتان حلق الصيغه الثانيه تخلي اربع ذرات كربون واخده شكل حلقه وتعمل تفرع اللي هو عباره عن مجموعه الميثايل ساعتها المركب يسمى واحد ميثايل بيوتان حلق في احتمال تالت يكون عندك ثلاث ذرات كربون واخدين شكل حلا وتعمل تفرعين اتنين على انهم مجموعات القيل ميثايل بس هنا مجموعتين الميثايل قد يكون عليه على نفس ذره الكربون وهنا تسمى المركب على إنه واحد وواحد ثنائي ميثايل بروبان حلق احتمال تكون مجموعتين القيل على كربونتين مختلفتين فسمي المركب باسم واحد واثنين ثنائي ميسايل بروبان حلق في عندك احتمال خامس وده المهم انك تكتب 3 ذرات كربون وخلي مجموعة الايثايل هي التفرع فسم المركب على انه واحد ايثايل بروبان حلق يبقى المركب اللي صيغته سي 5 H10 له كم ايزومر في صورة الكنات حلقية خمسة مين بقى الخمسة عندك البنتان الحلقي و واحد ميثايل بيوتان حلقي وواحد وواحد ثنائي ميثايل بروبان حلقي وواحد و ثنائي ميثايل بروبان حلقي ومعنا كمان واحد ايثايل بروبان حلقي السؤال الثاني عند الكشف عن عنصري الكربون والهيدروجين في الماده العضويه طبعا انت معاك التجربه الشهيره الخاصه بالكشف عن الكربون والهيدروجين في اي ماده عضويه يمكن استبدال اكسيد النحاس وماء الجير باي مما يلي بـ H2NOH، كي ام ان محمضه وـ NH4OH لو محلول نشادر ولا الغاز المائي وام جي او باي 2، ولا كي ام ان محمض وام جي -OH او باي 2. هنا دور اكسيد النحاس في الكشف عن الكربون والهيدروجين دوره ايه؟ دوره ان هو عباره عن عامل مؤكسد، وطالما انه عامل مؤكسد يبقى هنا بيأكسد الهيدروجين الموجود في المادة العضوية يحوله إلى بخار ماء. وبخار الماء هنا بيحول لون كبريتات النحاس اللامائية من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق. وأيضًا أكسيد النحاس بيؤكسد الكربون الموجود في المادة العضوية ويحوله إلى ثاني أوكسيد الكربون اللي بيعكر ماء الجير. يبقى أنا هنا أكسيد النحاس دوره إيه؟ هنا أوكسيد النحاس دوره عامل مؤكسد. يبقى أنا هنا ممكن أستبدل أكسيد النحاس بمين؟ بأي عامل مؤكسد اللي هو عبارة عن برمنجنات البوتاسيوم المحمضة. طب هنا بتحط ماء جير ليه؟ للكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون. على أساس إن ماء الجير هو عبارة عن هيدروكسيد الكلس. لما يتفاعل مع السي أو 2 بيكون لك كربونات كالسة مادة لا تذوب في الماء. يبقى أنا هنا أيضا ممكن أستبدل ماء الجير بمادة أخرى تتفاعل مع غاز ثاني اكسيد الكربون ومن خلالها اقدر اكشف عن السي او 2 مين هنا اللي ممكن يستخدم في الكشف عن ثاني اكسيد الكربون؟ ممكن استخدم محلول هيدروكسيد المغنيسيوم ليه؟ لان هنا هيكون ماده كربونات المغنيسيوم وكربونات المغنيسيوم ام جي سي او 3 هي عباره عن ماده لا تذوب في الماء. طبعا انا ما اقدرش استخدم محلول النشادر لان هنا هيكون كربونات الامونيوم ودي ماده تذوب في الماء. وبالتالي يمكن استبدال هنا اكسيد النحاس ببرمجات البوتاسيوم وممكن استبدل ماء الجير بمحلول هيدروكسيد المغنيسيوم يبان الاجابه رقم د كي ام ان افور المحمضه مع الام جي سي أسري 3 على اساس ان البرمنجانات عامل مؤكسد ولما يتفاعل هيدروكسيد مغنيسيوم مع ثاني اكسيد الكربون يكون لك كربونات المغنيسيوم ماده لا تذوب في الماء السؤال الثاني عند التقطير الجاف لملح بنتنوات صوديوم في وجود الجيل الصودي يتكون يتكون بروبان بيوتان بنتان او بنتان حلقي او البنتين طبعا السؤال ده من ضمن الاسئله اللي جات لنا في الاختبار التجريبي الخاص بشهر مايو هنا الفكره عباره عن ايه انك تبدا تكتب صيغه بنتان وات صوديوم فكر الاول كده في وات صوديوم وات صوديوم معناها سي او او ان اي والبنت معاك خمسة كربون شلت واحدة موجودة في السي او او يبقى معاك أربعة كربون يبقى المركب اللي صيغته بنت نوات الصوديوم هيكتب على انه سي فور اتش 9 سي او او ان ابدأ اعمله تقطير جاف يبقى انت بتضيف الجير الصودي والجير الصودي عبارة عن خليط من ان اي او اتش مع السي او سخن هنا في هيدروكسيد الصوديوم معاك ذره اتش هتدخل الاتش على شق القيل اللي موجود على اقصى اليسار اللي هو عباره عن سي 4 اتش 9 هتحوله الى سي 4 اتش 10 اللي هو مين اللي هو عباره عن البيوتان وهنا تلاحظ الاتي لما تعمل تقطير جاف لايثانوات صوديوم تدي ميثان طب بروبانوات صوديوم لو قلنا هنا ايثانوات صوديوم ميثان بروبانوات صوديوم هنا معاك ثلاثة ذرات كربون هتدي ايثان طب لما نقول بيوتانوات تدي بروبان طب بنتانوات تدي بيوتان طب لو قلنا هيكسانوات تدي معاك البنتان يبقى معنى كده ان الالكان الناتج هيقل عن الملح المستخدم في التقطير الجاف بذره كربون واحده شوف السؤال الثاني يبقى هنا تختار البيوتان النوع الاخر من الاسئلة مهم جدا نفكر فيه كويس الترتيب الصحيح لخطوات الحصول على الكان من القين هو هيدارة حفزية، أكسدة، تعادل، تقطير جاف، تعادل، تقطير جاف، هيدارة حفزية، أكسدة، ولا أكسدة؟ تقطير جاف، تعادل، هيدارة حفزية، تقطير جاف، تعادل، هيدارة حفزية وأكسدة. هنا الإجابة مبنية على إنك أنت تبدأ تكتب معادلات وتحل السؤال بطريقة صحيحة. هنا أنت عايز تجيب ألكان من القين، هنا ممكن يكون ألكان هو ميسان. طب والقين اللي معاك هو عبارة عن إيسين. يبقى كان السؤال بيقول لك ازاي انك تقدر تحول الايساين الى ميثان؟ ازاي اقدر اجيب سي اتش 4 من سي 2 اتش 2؟ انت معاك هنا الايساين تبدا تعمل ايه في الايساين؟ اعمل له هيداره حفزيه. الهيداره الحفزيه على مين؟ على الايساين في وجود عامل حفاز اتش جي اس 4 و اتش 2 اس 4 40% عن درجه حراره 60 درجه مئويه. طبعا بيتكون مركب وسطي اللي هو عباره عن كحول الفاينيل. لما بيحصلوا تعديل بيتكون سي CH3CHO يبقى اول خطوه في زي هبدا اخد اسيتالدهايد اللي هو عباره عن CH3CHO اعمل له عمليه اكسده في وجود عامل مؤكسد زي KMnO4 مع h 2 so 4 هنا يتحول CH3CHO الى CH3COOH اللي هو عباره عن الإيثانوي. تأخذ الايثانويك تاخد الايثانويك CH3COOH ابدا اعمل له تفاعل تعادل يبقى نضيف عليه ان كده جبت ملح اسم الملح الناتج اسيتات صوديوم ابدا اعمل لها تقطير جاف سي 3 سي او ان مع خليط الجير الصودا اقدر اجيب الميثان يبقى هنا خطوات الاسئله معاك هتكون كالاتي يبقى الترتيب الصحيح هو هيداره حفزيه اكسده تعادل تقطير جاف هتعمل هيداره حفزيه لمين؟ يتحول الى استالدهايد اكسبتو حمض اسيتك تعادل بقى معاك سوديوم صوديوم تعمل تكتر جاف تقدر تجيب ماده الميثان بنفس الطريقه الترتيب الصحيح للحصول على اسود كربون من كربيد كالسيوم هو انت معاك البدايه ايه وعايز توصل لمين معاك في البدايه كربيد كالسيوم عايز توصل الى اسود الكربون اسود الكربون يجي من تسخين الميثان عن درجه حراره 1000 بمعزل عن الهواء طب والميثان جايبه من مين؟ جايب الميثان من اسيتات الصوديوم اللي جايه من حمض الاسيتك اللي جايبه من اكسات الاسيتال الضهاين اللي محضره من مين؟ من الايساين وهنا الايساين جايبه من ماده كربيد الكالسيوم ابدا بقى فكر بطريقه عكسيه معاك كربيد الكالسيوم تعمل له ايه؟ تنقيط ماء يبقى انا هبدا الاول بيه. تنقط الماء على كربيد الكالسيوم تنقيط الماء على كربيد الكالسيوم يتحول الى ايساين ايسين اعمل له هيدرا حفزيه اجيب منه استالدهايد هتعمل اكسده تحضر منه حمض الاسيتك سي 3 سي أو, او اتش تعادل بالان اتش جبت ملح اسيتات الصوديوم سي 3 سي او, او ان تعمل تقطير جاف جبت مثال هاخد المثال اعمل له انحلال عند الف درجه مئويه بمعزل عن الهواء الجوي تقدر تجيب اسود الكربون اذا الحصول على هنا مين من مين الحصول على الميثان من كاربيد الكالسيوم هتعمل تنقيط ماء هيدارة حفزية أكسدة تعادل تقطير جاف ثم في النهاية عملية إيه؟ انحلال يبقى أنت هنا بتعمل عملية انحلال انحلال لمين؟ انحلال لمادة المثال CH4 السؤال التالي الترتيب الصحيح للحصول على واحد واثنين ثنائي هيدروكس إيثان من الإيثان هو. ابدأ اقرأ الأربع الاختيارات اللي قدامك: احتراق، باير، نزع، تحلل قاعدي، هل جنى، تحلل قاعدي، نزع أكسدة، هل جنى، نزع أكسدة، تحلل قاعدي، هل جنى، تحلل قاعدي، أكسدة ثم نزع. نفس الفكرة هنا بداية السؤال اللي معاك هو مين؟ هو الإيثان C2H6. عايز تحضر منه واحد واثنين ثنائي هيدروكسي إيسان هو مين واحد و ثنائي هيدروكس ايسان هو عباره عن ماده الايثين جليكول يبقى انت هنا محتاج تحول مين لمين احول سي2 اتش 6 الى سي اتش 2 او اتش سي اتش 2 او اتش هتبدا الاول بالايسان اللي هو عباره عن سي2 اتش 6 تعمل له عمليه ايه اعمل له عمليه هلجنه لما يتهلجن في وجود كلور اشعه فوق بنفسجيه هيتحول الى كلوريد الايثايل سي2 اتش 5 سي ال وراء تعمل تحلل قاعدي لما تعمل تحلل قاعدي لمين هتعمل تحلل قاعدي على ماده كلوريد الايثايل هتتحول تبقى ايه تبقى هنا C2H5Cl لما تتفاعل مع او KOH تقدر تحضر منها الكحول الايثيلي C2H5OH يبقى انت عملت في الاول هالجنه قدرت احضر C2H5Cl هتعمل تحلل قاعدي تجيب مادة c 2 h 5 oh كده بقى معاك كحول ايسين هنا وقفت على الكحول الايسين اللي محتاجة احوله الى مادة ايسين جليكول كحول ايسين انزع منه جزيء الماء في وجود حمض الكابريتيك المركز عند 180 درجة مئوية احضر منه مادة الايسين c 2 h 4 أول ما توصل على الإيسين تعمل تفاعل أكسدة أو باير C2H4 مع H2O في وجود الأو اللي جاية من البرمنجانات مع الوسط القلوي تقدر تحضر CH2OH CH2OH يبقى هنا ترتيب الخطوات للحصول على الايسين أو او واحد واثنين ثناء هيدروكس ايسان من الايسان الخطوه الاولى هلجنا اثنين تحلل قاعدي ثلاثه عمليه اكسده رابعا عمليه نزع ثم عمليه الايه؟ الاكسده. ممكن يجي سؤال على هيئه مخططات زي السؤال اللي موجود قدام اختر الإجابة الصحيحة من المخطط الآتي فإن المركب سي قد يكون هو إيه فكر كده معايا انت بادئ بمركب تسميه بنزوات صوديوم هتعمله تقطير جاف ينتج A الايه ده تعمله ألكلة ينتج B ال ده عمله أكسدة ينتج من السي هنا محتاج تكتب معادلات كويس بنزوات صوديوم لما عملها تقطير جاف ثم ألكلة ثم أكسدة نواتج التفاعل هي الفينول ميثان حمض بنزويق ولا مادة التي ان اكتب معايا كده معادلات بنزوات صوديوم لما اعملها تكتر جاف هقدر احضر منها بنزين عطر هعمله له احضر منه تلوين طب هنا أكسيد الطولوين تقدر تحضر منه حمض البنزويق اللي هو عبارة عن C6H5COOH يبقى الاختيار الصح معاك رقم جيم اللي هو عباره عن حمض البنزويك على اساس بنزوات صوديوم اعمل لها هنا ان او قدرت احضر منها بنزين عطري بنزين عطري تعمل له هنا عمليه الكلى حضرته منه ماده الطلوين الطلوين تعمل له اكسده في وجود خامس اكسيد فانديوم عند 400 درجه مئويه تقدر تجيب منه حمض البنزوي يبقى المركب ايه هيكون عباره عن بنزين عطري مركب بيه عباره عن الطلوين تعمل اكسيد الطلوين بحضر منه حمض البنزوي. السؤال التالي تفاعل البروباين مع بروميد هيدروجين نحصل على 1 و2 ثنائي برومو بروبان، 1 و1 و2 و2 رباعي برومو بروبان، 1 و2 و3 ثلاثي برومو بروبان، 2 و2 ثنائي برومو بروبان. نفس الفكره مش هقدر اختار من غير ما ابدا اكتب معادلات بطريقه صحيحه. هنا يفضل كتابة المعادلات في صورة صيغه بنائية. إذا تعال نبدأ هنا في البروباين. بروبين يعني إيه؟ ثلاث ذرات كربون وفيهم رابطة ثلاثية. كتبت صيغة البروباين بطريقة صحيحة أبدأ أضيف عليه الـ HBr اللي هو عبارة عن بروميد الهيدروجين. هنا المركب اللي موجود معاك في اتنين روابط باي يبقى هنا تفاعل إضافة يتم على خطوتين ابدأ أضيف معايا اتش بي ار المول الأول يتم كسر الرابطة باي هنا اطبق قاعدة مارك نقوف هنا هلاقي السي الأولى عندها اتش تاخد اتش السي التانية ما عندهاش اتش تاخد البي ار يبقى هنا ضفت اتش على اللي عندها اتش أكتر ضفت بي ار على الكربون رقم 2 لسه ما زال عندك رابطة باي يمكن كسرها هبدأ أضيف مول تاني من الاتش بي ار فبيتكون معاك مركب تسميه 2 و2 ثنائي برومو بروبان. يبقى هنا الفكرة كلنا انك تكتب معادلات البروبين مع اتش بي ار محتاج كم مول؟ محتاج 2 مول وانت كده في كل الحالتين لازم تطبق قاعدة ماركو يبقى البروبين مع 2 مول من بروميد الهيدروجين يتكون 2 و2 ثنائي برومو بروبان. السؤال التالي الهيدره الحفزية للبروبين نحصل على بروبانال بروبانون بروبانول بروبانويك طبعا في فرق كبير في اسماء المركبات بروبانال يبقى ده الديهيد بروبانون يبقى ده كيتون بروبانول يبقى ده كحول بروبانويك يبقى ده عباره عن حمض من ضمن الاحماض العضويه طبعا الثابت لكل المركبات اللي قدامك ان كل منها بيحتوي على ثلاث ذرات من ذرات الكربون ابدا نكتب صيغه بنائيه للبروبين وأكد قوي على انك تكتب صيغه البروبين اللي هو عباره عن ثلاث ذرات كربون فيهم رابطه ثلاثيه وابدا وزع ذرات الهيدروجين. هنا البروباين لما تكتب صيغته البنائيه ابدا اعمل له عمليه الهيدارة الحفزيه يبقى انا هبدا اضيف عليه الاتش او اتش طبعا في وجود عامل حفاز زي كبريتات الزئبق المحمض بحمض الكبرتي. نفس الفكره هطبق قاعده ماركو نيكوف الاتش هنا الاولى خالص كربون عندها اتش تاخد اتش الكربون الثانيه تاخد الايه؟ الاو اتش. بص كويس على المركب اللي موجود قدامك بين قوسين ده هتلاحظ فيه هلاحظ ان عندي هنا ذره كربون تحتوي على مجموعه او اتش ونفس الكربونه دي عامله ربطة ثنائيه يبقى ده مركب وسطي وهنا مركب وسطي معناه ده مركب غير ثابت هذا المركب يحصل له عمليه تعديل طب عشان يتعدل ايه بقى اللي بيتم هتبص كويس على ذره الهيدروجين الموجوده في مجموعه الهيدروكسيد نتيجه تقليل قوه التنافر بين ازواج الالكترونات تبدا تتحرك الهيدروجين الموجوده في الH توصل للكربونه اللي عامله رابطه ثنائيه اللي عندها 2H فبيتكون معاك مركب صيغته CH3C اصبح عليها رابطه ثنائيه O CH3 يبقى المركب الناتج في النهايه بعد حدوث التعديل هو CH3C دبل بوند O CH3 عباره عن اسيتون او كيتون او البروبانون يبقى هنا ما تعمل هيدارة حفزية للبروباين هيتكون عندك مركب وسطي لما بيحصل للمركب ده تعديل يتكون الأسيتون أو الكيتون السؤال التالي فكر في كويس لتشبع مول واحد من فينيل أستلين ومول واحد من فاينيل أستلين خد بالك في فرق كبير بين كلمة فينيل وفاينيل فينيل معناها بنزين منزوع منه اتش يعني صيغته سي 6 اتش 5 طب والفاينيل عباره عن الكين منزوع منه اتش اللي هو عباره عن ايسين منزوع منها اتش يبقى مجموعه الفاينيل هي سي دبل بوند سي السي الاولى بتحتوى على 2 اتش والسي التانيه بتحتوى على اتش واحده عايز اشبع مول واحد من كل من المركبين عدد مولات الهيدروجين اللازمه لتشبع هذه المركبات يساوي كام؟ لازم تكتب صيغه بنائيه الفينيل استلين حلقه بنزين موجود عليها مجموعه الأستيلين اللي هي سي 2 اتش 2 والفاينايل اسيتيلين ابدا اكتب مجموعه الفاينين سي دبل بوند سي الاولى عندها 2 اتش الثانيه اتش حط عليها مجموعه الاسيتيلين سي تري بوند سي وفي النهايه عندك اتش بص كويس على الصياغ البنائيه للمركبين اللي موجودين قدامك فينيل اسيتيلين يحتوي على كم رابطه باي اللي فوق هنا في عندك اثنين روابط باي طب وحلقه البنزين تحتوي على 3 روابط باي يبقى المركب ده عشان يتشبع يعني ايه اشبعه احول كل الروابط الثنائيه او الثلاثيه الى ان تكون روابط من نوع سيجما يبقى عدد المولات اللي بتشبع اي مركب هي عباره عن عدد الروابط باي اللي موجوده فيه يبقى المركب اللي هو فينيل استيلين عشان يتشبع محتاج 5 مول من جزيئات الهيدروجين في حين ان الفاينيل استيلين عد كده معايا عدد روابط باي يحتوي على ثلاث روابط باي يبقى التشبع من واحد من هذا المركب يلزم ثلاثة ايه ثلاثة مول لكن لو انت عايز بقى تكتب معادلة فاينيل استيلين مع الاتش بي ار احنا قلنا هيعوز كم مول ثلاثة مول هتبدأ تضيف المول الاول ثم الثاني ثم الثالث مع مراعاة قاعدة مارك نوكوف هيتكون في نهاية مركب مهم جدا اسميه اثنين واثنين وثلاثة ثلاثي برومو بيوتان خد بالك ان ممكن يتسال على اضافه بروميد الهيدروجين على الفاينيل استلين يبقى اسم المركب الناتج في النهايه هو 2 و2 و3 ثلاثي برومو بيوتان السؤال التالي عند تفاعل الايسين مع البروم فعل الاول ايسين وبروم ثم التحالل القاعدي للناتج نحصل على 1 و2 ثنائي برومو ايسان 1 و1 ثنائي هيدروكس ايسان واحد واثنين ثنائي هيدروكسي ايسان واحد واثنين ثنائي برومو ايسان طبعا لو تلاحظ الاتي ان جميع اسئله الكيمياء العضويه انا ما اقدرش اختار من غير معادلات ابدا اكتب معايا صيغه الايسين الايسين سي 2 اتش 4 وبناكد قوي على انك لازم تكتب الصيغه البنائيه ابدا اضيف عليها البي ار 2 في وجود رابع كود الكربون هيتم كسر الرابطه باي ضيف على الاولى بروم على الثانيه بروم هيتكون معاك مركب 1 و2 ثنائي برومو ايسان. ابدا اعمل تحلل قاعدي، يعني ايه تحلل قاعدي؟ ابدا اضيف هيدروكسيد صوديوم او هيدروكسيد بوتاسيوم. هنا معاك كم ظاره بروم؟ معاك اثنين، يبقى لازم تضيف 2 مول من هيدروكسيد الصوديوم. ال ان تسحب مين؟ تسحب البي ار وتسحب ال ار الثانيه، حط مكان البي ار مين؟ او OH. اتش، هيتكون معاك مركب صيغته سي اتش 2 او اتش، سي اتش 2 او اتش اللي هو عباره عن الاسين جليكول اللي هو اسمه الكيميائي واحد واثنين ثنائي هيدروكسي ايسان فده الاختيار الصحيح اكد أو على الفكره اللي موجوده معاك بفعل ايسين مع بروم هيتكون واحد واثنين ثنائي برومو ايسان تحالل القاعده يتكون واحد واثنين ثنائي هيدروكسي ايسان لو عباره عن ماده الايسين جليكول السؤال التالي الترتيب الصحيح للحصول على الفينول من هكسان خليك فاهم بدايتك ايه نهايتك ايه انت عايز توصل على الفينول من هيكسان خد بالك طالما معاك هيكسان يبقى البدايه ثابته هتبدا تعمل اعاده التشكيل المحفزه للهكسان الحصول منه على البنزين العطر هتعمل هلجنه تحلل قاعدي اعاده تشكيل محفزه طبعا الاولى دي خطا لان انت المفروض تبدا به إعادة التشكيل المحفزة. طب إعادة تشكيل محفزة ثم بلمارة هلجنة تحلل القاعدى طب تحلل قاعدي هلجنه بالمرة اعاده تشكيل محفزه ثم هلجنه ثم التحلل القاعدي. فكر كده معايا انت معاك البدايه مين؟ معاك في البدايه هيكسان هتعمل له اعاده التشكيل المحفزه يعني مرره على عامل حفاز يحتوي على بلاتين في وجود حراره وضغط فيتحول الى بنزين عطري كده بقى معاك بنزين عطري عايز توصله الى الفينول يبقى تاخد بنزين تفعله مع الكلور تعمل له هلجنه لكن خد بالك هنا هلجنة البنزين في منها نوعين فيها الجانب بالاضافه وفيها الجانب بالاحلال لو عملت هلجنة بالاضافه يبقى انا بضيف عليه ثلاثة مول من الكلور ويتكون الجاماكسان اللي هو عباره عن سداسي كلورو هيكسان حلقي لكن انت عايز توصل لمين للفينول يبقى انا هبدا اضيف مول واحد من الكلور فبيحصل تفاعل هلجنه بالاحلال او هلجنه بالاستبدال فتحصل على واحد كلورو بنزين عطري تبدا تشيل الكلور بمين؟ بالاو اتش، OH. هتبدا تتفاعل مع ال ان اي -OH للحصول على ماده الفينول، يبقى هنا الترتيب الصحيح هو عباره عن اعاده تشكيل محفزه ثم هلجنه ثم التحلل القاعدي، يبقى بتبدا بالهكسان تعمل له اعاده تشكيل تحصل منه على بنزين عطري، أفعله مع الكلور يحصل تفاعل احلال او استبدال، اجيب منه كلورو بنزين، اعمل تحلل قاعدي لكلورو بنزين عن 300 درجة مئوية و300 ضغط جوي هقدر اجيب منه مادة الفينول يبقى ترتيب خطواتك الثلاثة اعادة تشكيل ثم هلجنة بالاحلال ثم التحلل القاعد مع السؤال الثاني في بداية تفاعل الميثان مع الكلور فإن التفاعل؟ خد بالك هنا ما سألكش على التفاعل الكلي للميثان مع الكلور انا بقول لك في بداية التفاعل في لحظة أن يبدأ هذا التفاعل يكون تفاعل ميسان مع الكلور هو تفاعل طارد الحراره ودلتا اتش موجبه طارد الحراره دلتا اتش سالبه مصل الحراره دلتا اتش موجبه مصل الحراره دلتا اتش سالبه. لما تيجي تفاعل ميثان مع الكلور نوع التفاعل هو عباره عن تفاعل احلال او تفاعل استبدال. طبعا التفاعل ده بيتم على مجموعه من الخطوات ويكون عدد هذه الخطوات هو عباره عن عدد ذرات الهيدروجين اي ان يتفاعل ميثان مع الكلور على أربع خطوات بيكون طبعا في البداية كلوروميثان، ثنائي كلوروميثان، ثلاثي كلوروميثان، رباعي كلوروميثان، لكن لكي يتم هذا التفاعل يحتاج إلى درجة حرارة عالية توصل 400 درجة مئوية أو في وجود الأشعة الفوق البنفسجية. يبقى في بداية هذا التفاعل محتاج منك طاقة حرارية، إذا هذا التفاعل هو عبارة عن تفاعل ماص للحرارة، وطالما أنا قلت ماص أنا بتكلم على بداية التفاعل مش نهايته يبقى في بدايته يكون التفاعل ماص للحرارة وتكون دلتا اتش هنا تكون بإشارة موجبة يبان الاختيار الصح معاك رقم ج تفاعل ميثان مع الكلور تفاعل ماص وبالتالي إن الدلتا اتش بإشارة موجبة على أساس ميثان سي اتش 4 يتفاعل مع الكلور سي ال 2 في وجود الأشعة الفوق البنفسجية فبيحصل تفاعل إحلال فبيتكون سي اتش 3 سي ال بالإضافة إلى غاز كلوريد الهيدروجين السؤال التالي: التسمية الصحيحة لمركب 2 برومو 5 ساين 6 هكسين. طبعا ده من ضمن الأسئلة اللي جت في الاختبار التجريبي. حسب نظام الأيوباك هو 6 برومو 2 إيصايل 2 هكسين 6 برومو 3 ميثايل 3 هبتين 2 برومو 5 إيصايل 4 بنتين 2 برومو 5 ميثايل 6 هبتين. إيه فكرة الحل هنا؟ ابدأ الأول اكتب صيغه المركب اللي موجود قدامك ده على حسب ما هو موجود. يعني ايه اكتبه؟ هتبدا تكتب ست ذرات من ذرات الكربون بالطريقه اللي قدامك فوق دي. هنا تيجي على الكربونه رقم 2 تحط بروم، على الكربون رقم 5 حط سي 2 اتش 5، على الكربونه الرابعه حط الرابطه الثنائية. بصيت للمركب كويس؟ ابدا انت بقى سمي هذا المركب. اسمي المركب ازاي؟ طبعا هتفك مجموعه الايسايل سي 2 اتش 5. على انها سي اتش 2 تحتها ch 3 ابدا حدد اطول سلسله كربونيه بس يكون فيها الربط ال ثنائي هنا اطول سلسله كربونيه فيها كم ذره تحتوي على سبع ذرات من ذرات الكربون بص كويس كده على التفرعات عندك تفرعين في عندك ch 3 تفرع وعندك البي ار تفرع هتبدا ترقم ذرات الكربون منين هرقم ذرات الكربون من اقرب طرف بس من اقرب طرف لمين للرابطه الثنائيه لو مشيت من الشمال لليمين هلاقي الرابطه الثنائيه على الكربونه رقم أربعة طب لو اتحركت من تحت لفوق هلاقي الرابطه الثنائيه موجوده على الكربونه رقم 3 يبقى ده الترقيم الصحيح ويبقى مجموعه المثال على الكربون رقم 3 والبروم على الكربونه رقم 6 وانت بتكتب على حسب الحروف الابجديه يبقى هذا المركب يسمى 6 برومو 3 ميثايل 3 هيبتين يبقى الفكرة إن بتكتب السؤال وتبدأ أنت تعيد التسمية الصحيحة بتاعته على حسب نظام الأيوبين مركب الدي دي تي احتوى على عدد من الروابط باي تساوي كام مركب الدي دي تي موجود معاك في درس البنزين على إن اسمه ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو إيسان إذا حاول إنك أنت توصل للصيغة البنائية لهذا المركب هتكتب حلقتين بنزين على كل حلقة فيها ذرة كلور وهنا في ذرة كلور الحلقتين الاثنين مربوطين مع ذرة من الكربون عندها اتش طالع منها عبارة عن كربون حواليها ثلاث ذرات من الكلور يبقى هنا بمعلومية صيغة المركب الناتج هلاقي عندك حلقتين بنزين كل حلقة هنا فيها كم رابطة من رابط باي تحتوي على ثلاث رابط باي معاك حلقتين بنزين يبقى المركب ده محتاج منك او يحتوي على كم رابطة باي يحتوي على ست روابط باي على اساس ان مركب الدي دي تي هي الصيغه اللي موجوده قدامنا اللي هي عباره عن ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو ايثان ابدا عد لي عدد روابط باي معاك حلقتين بنزين كل حلقه فيها ثلاث روابط باي يبقى المركب ده في النهايه بيحتوي على ست روابط باي السؤال التالي الحصول على ميتا كلورو نايترو بنزين من الفينول تعمل ايه؟ هنا محتاج الترتيب محتاج ترتب تقرا السؤال بطريقه صحيحه هتعمل اكسده كلورا نيطره رقم ب اكسده نيطره كالورا اختزال كلورا نيطره اختزال نيطره كالورا هنا انت عايز تجيب ماده ميتا كلورو نيترو بنزين من فينول يبقى الاول تحول الفينول الى بنزين طب الفينول عشان يبقى بنزين اعمل له عمليه اختزال انك بتسخن الفينول درجه حراره عاليه امراء على مسحوق الزنك يتحول من فينول الى بنزين. بعد ما اجيب ماده البنزين العطري انت عايز توصل لميتا كلورو نيترو بنزين يبقى لازم ادخل على حلقه البنزين مجموعه توجه في الموضع ميتا. طب مين يوجه في الموضع ميتا؟ الكلور ولا النيترو؟ الكلور نوع من انواع الهالوجينات يوجه في موضعين قرص بار ده ما ينفعنيش. يبقى لازم ادخل على الحلقه مجموعه النيترو على اساس ان مجموعه النيترو بتوجه للموضع ميت. يبقى بعد ما تجيب البنزين عطر تعمل له عمليه نيطره افعله مع اتش ان او 3 في وجود اتش 2 اس 4 اجيب ماده النيترو بنزين بعد النيطره تعمل له كلورة. يبقى الاختيار الصحيح هو الاختزال ثم النيطره ثم ال يبقى معاك فينول تعمل له اختزال بزد ان تحصل منه على بنزين عطري اعمل نيطره في وجود خليط النيترا اللي هو خليط من حمضي النيتريك والكابريتيك المركزين بنسبه واحد لواحد لو تحصل على ماده النيترو بنزين، النيترو بنزين مع الكلور هنا الفكره ان مجموعه النيترو بتوجه الكلور للموضع ميتا فيتكون مركب ميتا كلورو نيترو بنزين. يبقى هنا البدايه فينول ان هي اللي معاك ميتا كلورو نيترو بنزين يبقى خطواتك عملت اختزال ثم نيطره ثم كلور مع السؤال التالي. التحلل القاعدي لمركب واحد و2 ثنائي كلورو بنزين يتكون الفينول يتكون ايسين جليكول يتكون الكاتيكول يتكون الجليسرول. هنا فكره السؤال على انك تكتب الصيغه البنائيه للمركبات وتبدا تعمل تفاعلات مع ملاحظه صيغ المواد اللي بيسالك عنها. الفينول عباره عن ايه؟ حلقه بنزين عليها او اتش ايسين جليكول هو عباره عن ch 2 او اتش 2 oh طب والكاتيكول عباره عن ايه عباره عن فينول ثنائي الهيدروكسيل يعني كانك بتكتب حلقه بنزين في المواضع رقم كام وكام واحد واثنين يبقى عليها مجموعات هيدروكسيل واحد واثنين ثنائي هيدروكسي بنزين طب الجليسرول الجليسرول نوع من انواع الكحولات ثلاثيه الهيدروكسيل كان الجليسرول هو واحد واثنين وثلاثه ثلاثه هيدروكسي بروبان يبقى الجليسرول قصيغه ch 2 اتش سي اتش 2 oh لكن المركب اللي موجود معاك هو 1 و 2 ثنائي كلورو بنزين ابدا اعمل له تحلل قاعدي هفعله مع 2 مول من ال ان اي او اتش تسحب السي ال اللي موجودين على الحلقه هدخل مجموعتين اثنين هيدروكسال على الحلقه فبيتكون مركب 1 و 2 ثنائي هيدروكسي بنزين اللي هو عباره عن ماده الكاتيكول يبقى انت هنا بادئ ب1 و ثنائي كورو بنزين مع الـN OH يدخل ال OH مكان الكلور يتكون واحد واثنين 2 ثنائي هيدروكسي بنزيل وعباره عن ماده كاتيكول السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة. هنا يسمى الفينول بحمض الكربوليك ذلك لأن. طب بتسمي الفينول بحمض مع ان الفينول ما عندوش مجموعات الكربوكسيل اللي عبارة عن ال c O, -O h ازاي انا اسمي فينول مع انه مش حمض اسميه بكلمه حمض كربوليك على اساس ايه اختيار مجموعه الهيدروكسيل بتكون مجموعه سحبة الإلكترونات ولا حلقه البنزين ساحبه الإلكترونات ولا مجموعه الهيدروكسيل طارده على الالكترونات ولا حلقه البنزين طارده للالكترونات لما تبص اللي موجود معاك في الكتاب انك انت بتسمي الفينول بحمض كربوليك على اساس ان اتصال مجموعه الهيدروكسيل بحلقه البنزين بيعمل ايه بيجعل الرابطه بين مين ومين؟ بيجعل الرابطه ما بين الاو والاتش في مجموعه الهيدروكسيل بتكون رابطه طويله ضعيفة وساعة الكسر وبالتالي يسهل خروج الاتش الموجب المسؤول عن الصفه الحمضية لكن ايه بقى اللي خلى الاو والاتش الرابطه اللي بينهم تطول؟ اكيد هنا الحلقه لها تاثير على الالكترونات اللي موجوده فين؟ في O هنا حلقه البنزين تعمل على سحب الالكترونات من الاو اللي موجوده في مجموعه الهيدروكسيد لما تسحب الالكترونات اللي في الاو هيحدث تنافر ما بين الاو والاتش نتيجه التنافر ده او تقليل قوه التجاذب بين الاو والاتش تبدا الرابطه بينهم تطول ولما تطول تضعف ولما تضعف تبقى سالة الكسر يبقى الاختيار الصحيح بتاعك وان حلقه البنزين عباره عن حلقه بتعمل ايه بقى في الالكترونات هتكون عباره عن حلقه ساحبه الالكترونات وده بيخلي ان الرابطه زي ما انت شايف ما بين الاو والاتش تبقى رابطه ايه طويله يبقى اللي خلى الرابطه بين الاو والاتش رابطه طويله ان هنا الحلقه بتكون عباره عن حلقه ساحبه للالكترونات مع السؤال التالي لا يتفاعل الصوديوم مع اي من الازواج الآتي فكر كده معايا الصوديوم ما يتفاعلش مع مين لا يتفاعل الصوديوم مع الكحولات ولا مع الاثيرات مع كحولات وفينولات مع احماض عضويه واسترات مع إيثرات واسترات هنا فكر كده الصوديوم هو بيسالك على الكحولات والايثيرات الفينولات الاحماض الاسترات لو معاك كحول ايثيل يتفاعل مع صوديوم طبعا يتفاعل سي 2 اتش 5 او مع الان اي بيكون سي 2 اتش 5 او ان اي يبقى هنا الصوديوم يتفاعل مع الكحولات طب الصوديوم يتفاعل مع الفينول حاله البنزيل عليها او OH اتش لما تتفاعل مع الصوديوم هيحل محل الاتش فبيتكون ماده فينات الصوديوم او فينوكسيد الصوديوم طب لو معاك حمض سواء كان حمض الفاتي او حمض اروماتي مع صوديوم حمض الاسيتيك مع صوديوم أسات صوديوم حمض البنزويك مع الصوديوم بنزوات الصوديوم يبقى هنا الصوديوم يتفاعل مع مين مع مين مع مين يتفاعل الصوديوم مع الكحولات مع الفينولات مع الايه الاحماض لكن هل الصوديوم يتفاعل مع الايثيرات ما يتفاعلش هل الصوديوم يتفاعل مع الاسترات لا يتفاعل يبقى الاختيار الصحيح بتاعك ان, الصحي إن الصوديوم لا يتفاعل لا مع مين ولا مع مين لا مع الايثيرات ولا مع الاسترات على اساس ان الصوديوم يتفاعل مع كحول ايثيل يكون فينو اكسيد الصوديوم يتفاعل مع كحول ايثيل يكون ايثو اكسيد صوديوم يتفاعل مع الفينول يكون فينو اكسيد الصوديوم يتفاعل مع حمض الاسيتيك يكون اسيتات صوديوم حتى لو فعلته مع حمض البنزويك يكون بنزوات الصوديوم يبقى هنا الصوديوم يتفاعل مع السي 2 اتش 5 او يتفاعل مع, مع الفينول حلقه البنزاع كذلك يتفاعل مع حمض الاسيتك سي اتش 3 سي او اتش ويتفاعل كمان مع حمض البنزويك ولكن الصوديوم لا يتفاعل لا مع الاثيرات ولا مع الاستيرات. سؤال في صوره مساله حجم غاز الايساين الناتج من تفاعل 100 لتر ميثان يساوي يساوي 100 لتر 200 لتر 50 لتر 25 لتر. هنا مساله مبنيه على انك تكتب معادله بطريقه صحيحه. هنا مين داخل في التفاعل؟ ميثان ناتج في التفاعل ايسين ميثان سي اتش 4 اعمل عمليه تسخين ثم تبريد سريع للنواتج يتكون معاك الايسين اذا نبدا يكتب معايا هنا المعادله الصحيحه الميثان سي اتش 4 تسخين ثم عمليه تبريد سريع النواتج يتكون الإصين. ابدا اوزن معادلتك هلاقي هنا بيتفاعل 2 مول من الميثان مع 1 مول من الايسين هعمل علاقه رياضيه بين 2CH4 في طرف والطرف الثاني C2H2 بص كويس على عدد المولات الداخلة عدد مولات الغازات الناتجة هنا بيتفاعل 2 مول من الميثان حجمهم يبقى 2 في 22 و4 من 10 لتر طب النواتج النواتج اللي معاك غاز إصين ناتج منها مول واحد المول الواحد ده حجمه 1 في 22 و4 من 10 لتر لو أنا استخدمت غاز ميثان حجمه يساوي كام؟ 100 لتر يبقى حجم الاي يساوي اكس طرفين في وسطين يبقى هنا الاكس بتساوي 50 لتر يبقى هنا الفكره مبنيه على انك تكتب معادله صح هتعمل علاقه رياضيه ما بين غاز الميثان غاز الاي ما بين 2 سي اتش 4 وسي 2 اتش 2 هنا 2 مول هنا في مول 2 مول 2 في 2 و2 4 من 10 1 مول 1 في 2 و4 من 10 عوض عن غاز الميثان حجمه 100 يبقى حجم الاساين اكس تطلع الاكس بتساوي 50 لتر مع السؤال التالي مركب هيدروكربوني يحتوي على 11.1% هيدروجين عندما يحترق المول الواحد من هذا المركب يعطي 3 مول من بخار ماء فان هذا المركب كتلته الموليه تساوي كم اقرا معايا الاربع اختيارات تساوي 54 56 تساوي 60 تساوي 72 بمعلومية طبعا الاتش بتساوي واحد والكربون يساوي 12 والأو بتساوي 16 بداية ابدأ فكر في سؤالك كويس كلمة مركب هيدروكربوني يبقى المركب ده بيتكون من الكربون والهيدروجين فقط هنا مديلك نسبة الهيدروجين نسبة الهيدروجين تساوي كام؟ تساوي 11 واحد من عشر طب نسبة العنصر في أي مركب تساوي معاك قانون نسبة العنصر في المركب تساوي كتلة العنصر مضروبة في 100 على الكتلة المولية. خد بالك أنك عندما يحترق المول الواحد من هذا المركب يبقى أنا لو فرضت أن المركب ده صيغته إكس بدأت أحرقه اديته عدد مولات معينة من مولات الأكسجين أو2 نواتج التفاعل طالما ده هيدروكربون هيكون عندك ثاني أكسيد كربون وبخار ماء وقد ينطلق قدر معين من الطاقة الحرارية. لما تول يتكون 3 مول من بخار الماء يبقى هنا معاك ست ذرات هيدروجين ناتجة ست ذرات هيدروجين كتلتهم بكام؟ ستة في واحد تساوي ستة يبقى هنا الهيدروكربون اللي داخل في التفاعل ده كتلة الهيدروجين الموجودة فيه تساوي ستة جرام لكل مول طبق في قانون النسبة يبقى عندك هنا نسبة الهيدروجين تساوي كتلة الهيدروجين مضروبة في مية على الكتلة المولية ابدأ عوض نسبة الهيدروجين 11 واحد من عشرة في المية تساوي هنا معاك 3 مول من بخار الماء، 3 مولات بخار ماء يبقى هنا كتلتهم بتساوي 6، يبقى 6 في 100 على الكتلة المولية لهذا المركب، طرفين في وسطين يبقى الكتلة المولية لهذا المركب تساوي 54 جرام لكل مول. خد بالك بقى من فكرة هنا مختلفة، ممكن يجي السؤال بنفس الطريقة لكن يكون المطلوب منك إنك أنت تعين صيغة هذا المركب. لو المطلوب منك الصيغة هنا انت عرفت عدد ذرات الاتش ذرات الاتش كتلتها بتساوي 6 المول اللي معاك كله بيساوي 54 اطرح منهم 6 يتبقى معاك كام 48 هنا ال 48 جرام في المول بتعبر عن كتله مين بتعبر عن كتله الكربون طب ما الكربون الواحده بتساوي كام 12 لو قسمت ال 48 على 12 تساوي كام 4 يبقى لو مطلوب منك الصيغه الجزيئيه لهذا المركب هتكمل فكرتك وتقول ان هذا المركب في النهايه بيحتوي على اربع ذرات كربون وست ذرات هيدروجين يبقى المركب ده صيغته الجزيئيه C4H6 ويبقى ده مركب نوع من انواع الالكينات على اساس ان عندك اربع ذرات كربون ست ذرات هيدروجين يبقى المركب يخضع لقانون CnH2n-2 مع السؤال التالي اي من الاختيارات الاتيه يعتبر من الكيتونات فركتوز والجليسين الجلوكوز والإيسانال الاستون والفركتوز الكاتيكول والإيسانو عشان يبقى عندك كيتونات يبقى بيحتوي على مجموعه وظيفيه مجموعه الكربونيل سي دبل بوند او ابدا يكتب كده معايا الصيغ البنائيه لهذه المركبات فركتوز سي اتش 2 او اتش سي دبل بوند او سي اتش او اتش باي 3 سي اتش 2 او اتش كتابه الصيغه البنائيه للفركتوز يبقى هنا عندك مجموعه الكربونيل سي دبل بوند لكن الجلايسين هو نوع من انواع الاحماض الامينيه فالجلايسين ده يسمى بحمض امينو اسيتيك كان سي CH2NH2COOH يبقى ما عندوش اي مجموعه من الكيتونات. الاسيتون الاسيتون الكيتون البروبانون سي CH3C دبل بوند O CH3 والفركتوز احنا قلنا صيغته باقي معاك الكاتيكول الكاتيكول حلقه بنزين عليها OH OH كانه واحد واثنين ثنائي هيدروكسي بنزين عطري. الايثانول هو عباره عن نوع من انواع الكحولات C2H5OH يبقى مين في المركبات اللي قدامك تحتوي على الكيتونات هي عباره عن الاسيتون والفركتوز على اساس ان الصيغه البنية في الاستون CH3 سي دبل CH3 والصيغه البنية في الفركتوز هي ch 2 اتش سي دبل O CHOH 3 CH2OH مع السؤال التالي عند تفاعل الايساين هنا خد بالك اقرا السؤال كويس موجود معاك ايساين مش ايسين ايساين مع بروميد الهيدروجين طبعا الايساين لما يتفاعل مع بروميد الهيدروجين محتاج منك 2 مول عشان يتشبع على اساس ان يحتوى على عدد من روابط باي بتساوي 2 ثم التحلل القاعدي للناتج نحصل على فكر كويس جدا في نوعيه الاسئله دي كويس هيدي ايثانول يعني كحول ايثانال ألدهيد ايثانويك حمض ولا يكون في النهايه الإيسان اللي هو عباره عن الالكان هتبدا تكتب معاه معادلات وتشوف مع بعض الايساين هو عباره عن c 2 اتش2 لا اوعى تكتب لي c 2 h 2 لازم اكتب صيغه بنائيه يبقى معاك سي ترايبوند سي هنا اتش واتش ابدا اضيف عليها المول الاول من اتش بي ار هنا مش هطبق قاعده نوكوف. يبقى لما تتكسر الرابطه باي ايه اللي بيحصل احدى ذرتي الكربون واحده فيهم تاخد اتش والتانية تاخد البي ار هيتكون هنا معاك مركب تسميه واحد برومو إيسين او بروميد الفاينايل هبدا اضيف عليه المول الثاني من الاتش بي ار هنا لازم اطبق قاعده ماركونوكوف يبقى هنا الاتش تدخل على اللي عنده اتش اكتر والبي ار تدخل على السي اللي عندها عدد من ذرات الاتش عدد اقل طبق قاعده ماركونوكوف عند اضافه بروميد الهيدروجين الى بروميد الفاينايل يتكون واحد واحد ثنائي برومو إيسين خد بالك هنا معاك كربونه واحده شايله اتنين بروم ابدا اعمل تحلل قاعدي. كلمه التحلل القاعدي معناها انك هتبدا تضيف محلول هيدروكسيد صوديوم او محلول هيدروكسيد البوتاسيوم. ايه بقى اللي بيحصل؟ يبدا لإن ايه يسحب البي ار وان ايه الثانيه تسحب بي ار تدخل مكانهم الاو اتش فيبقى المركب اللي موجود معاك هو عباره عن سي اتش 3 سي عندها اتش وعندها اتنين او اتش. لما تلاقي ذرة كربون عندها مجموعتين هيدروكسيل هيدروكسيد ده عبارة عن مركب وسطي ده عبارة عن مركب غير ثابت مركب الوسطي ده عشان يثبت هيبدأ يفقد جزء ماء فقد جزء الماء يتم من مجموعتين هيدروكسيل يبقى الاتش اللي موجودة الواحدة ما تلمسهاش يبقى انت تشيل جزء ماء منين هشيل جزء الماء من مجموعتين الاو طلع كده جزء الماء من مجموعتين ويتش هيبقى معاك مركب صيغته CH3 CH رابطة سنية O اللي هو عبارة عن مين؟ الاسيتال CH3 CHO طبعا الأسيتالدهايد ده اسمه الكيمياء هو الإيثانان. يبقى تقرأ تاني لو معاك إيساين أضيف عليه HBr، هضيف كم مول؟ أضيف اتنين مول ضيف المول الأول لا تنطبق قاعدة ماركو نوكوف. ضيف المول الثاني يتكون واحد واحد ثنائي برومو إيسان تحال القاعدة يتكون مركب وسطي. ليه وسطي؟ عشان عندك كربونه عندها 2 او اتش، لكي يثبت هذا المركب يتم فقد مول من الماء فيتكون معاك الاسيتالدهايد CH3 CHO اللي هو عباره عن الايثانال مع السؤال الثاني من دراسه المخطط الاتي، فكر كويس في السؤال. تبدا هنا بمين؟ بادئ بماده تلوين اللي هي عباره عن C6H5 CH3. اعمل له عمليه اكسده. فكر اكسده الطلوين تدي مركب ايه؟ الايه ده اعمل له عمليه قسطره القسطره تدي مركب بي المركب الناتج اعمل له تحلل نشادري يتكون في النهايه المركب اللي يسمى مين؟ سي فان المركب سي هو هو عباره عن الفينول عباره عن حمض البنزويك عباره عن حمض البكريك عباره عن ماده البنزامين فكر كده معايا هو الفينول حلقه بنزين عليها او OH اتش اللي عباره عن C6H5OH حمض البنزويك حلقه البنزين موجود عليها مجموعه الكربوكسيل COOH يبقى حمض البنزويك عباره عن C6H5COOH حمض البكريك اللي هو جاي من نيتارت الفينول اللي هو عباره عن ايه 2 4 6 ثلاثي اللي هو عباره عن الماده المتفجره او الماده المطهره في علاج الحروق والجروح طب والبنزاميد بنزاميد عباره عن حلقه بنزين عليها سي رابطه ثنائيه او وهنا في النهايه معاك ال اتش 2 تعال نشوف هنا مين ممكن يكون المركب سي اللي موجود معاك لو انت بدات بماده الطلوين عملت لها عمليه ايه اكسده اكسده الطلوين هيتكون حمض البنزويك يبقى المركب ايه سميه حمض بنزويك اللي هو عباره عن حلقه بنزين عليها سي او او اتش الحمض ده عامل له ايه اعمل له استره يعني ايه قسطرة انت معاك حمض فعله معاك حل وليكن عباره عن كحول اي سي 2 اتش 5 او اتش حمض مع كحول يكون الاستر والماء يبقى هنا لو معاك حمض البنزويك مع سي 2 اتش 5 او اتش هيكون بنزوات الايسايل اللي هي عباره عن حلقه بنزين موجود عليها سي او او سي 2 اتش 5 لو معاك بنزوات الايسايل تعمل لها تحلل نشادري اضيف عليها نشادر الاستر مع النشادر يدي بيكون اميد الحمض زائد الكحول يبقى هنا هيكون البنزاميد ومعاك سي 2 اتش 5 او اتش يبقى الاختيار الصحيح معاك هو ماده البنزاميد هنا على اساس ان التفاعل بيتم كالاتي معاك الطلوين حاله البنزين على سي اتش 3 اعمل لها عمليه الاكسده في وجود خامس أكسيد الفانديوم كعامل حفاز يبقى هنا خد بالك أن الاوتو جايه من هواء جوي اكسده الطلوين يتحول الى حمض البنزويك حمض البنزوك اعمل له عميد استرا يعني افعله مع كحول ايسيلي يكون ماده بنزوات الإصائل حتى البنزين عليها سي او او سي 2 اتش 5 لو معاك بنزوات الإصائل بتعمل لها تحلل نشادري هنا استر مع نشادر يدي اميد حمض وكحول خد بالك ان في فرق ما بين الامينات والاميدات الامين عباره عن ان 2 اما الاميدات اخرها CONH2 فيتكون ماده البنزامين يبقى تولوين اكسده حمض بنزويك حمض بنزويك أستارة يكون بنزوات الإصيل بنزوات الإصيل مع تحلل دي ماده البنزامين بنزمين اللي عباره عن C6H5CONH2 من خلال الجزء اللي فات كده عملنا مراجعه شامله من خلال مجموعه من الاسئله اختر الاجابه الصحيحه كده رجعنا تسمية الألكانات تسمية الألكينات والألقينات تكلمنا على الألكانات بنوع من التفصيل وكذلك الألكينات تفاعلات غطناها سواء كان احتراق أو إضافة أو أكسدة أو بلمرة كذلك الألقينات تعرضنا من خلال هذه الأسئلة للهيدروكربونات الأروماتية وتفاعلات زي النيطرة والسلفنة والالكله كده عملنا مراجعة شاملة على الجزء الخاص بالهيدروكربونات تمنيات الجميع الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق